عم الشيخ عبد الله. نعم. العروسه دلوقتي بتقول لك انها مش هتلف لك كده وتشوفها الا لما تقرا ايات تدخل دماغها، غير اي قراءه انت قراتها قبل كده. قراءه ما حصلتش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات هي يا عروسه. تمام تمام شكرا. اليوم مبروك يا مولانا. الف مبروك، ربنا يتمم على خير.